أعلن وزير التجارة والصناعة طارق قبيل أن المجموعة الأفريقية لدى منظمة التجارة العالمية قررت بالإجماع إعادة انتخاب مصر لقيادة المجموعة الأفريقية في منظمة التجارة العالمية. وأوضح قبيل أن هذا القرار يأتي انطلاقا من الدور القيادي الذي تلعبه مصر في القارة الأفريقية وتماشيا مع استراتيجية الحكومة المصرية التي تضع التوجه نحو أفريقيا على رأس أولوياتها على الصعيدين السياسي والاقتصادي.